السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في الفيديو بتاع النهاردة؟ ان شاء الله يعجبكم وينول احسانكم بإذن الله. شايفين هنعمل مع بعض النهاردة احلى فراخ مشوية في البيت وكمان في الفرن مش على الفحم. شايفين شكلها وجمالها؟ عايز اقول لكم ولا احلى فراخ ولا احلى تتبيلة ولا اجمل من كده فراخ. شايفين شكلها عامل ازاي؟ عايز اقول لكم تحفة جدا وجميلة ولذيذة جدا، ويا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتجربوها على طريقتي وتدعولي ان شاء الله. واول حاجة طبعا معانا هنا المقادير، ومقاديرها سهلة وبسيطة جدا. مقادير هنا التتبيلة اول حاجة، معايا هنا طبعا البهارات بتاعت التتبيل. عايز اقول لكم البهارات دي جميلة جدا وتحفة جدا. معايا هنا اول حاجة في الخضار اللي هستعمله معايا البصل والطماطم والفلفل، وكمان توم وليمون وعلبة زبادي. وعلبة الزبادي ممكن مفيش عندي زبادي، استعمل كوباية لبن عادي خالص. ومعايا كمان ربع كوباية زيت وكمان ربع كوباية خل. ومعايا هنا في البهارات فلفل اسمر، توم بودر، بصل بودر، بهارات فراخ قرفة، وبهارات بهارات فراخ وبهارات شوي وبابريكا وشطة وكمان جوز الطيب وطبعا الملح وبهارات الفراخ المشوية اكيد. وكمان معايا صوص الباربيكيو، وكمان لو مفيش عندك صوص الباربيكيو عادي خالص ممكن تستعملي او تستبدليه بكاتشب لو موجود. مفيش كاتشب عادي برضو ممكن تستعملي معلقة صلصة عادي خالص، مفيش فيها اي مشاكل. وعايز اقول لكم حطي فيها البهارات اللي انت حباها، بس طبعا اي بهارات تخص الفراخ. واول حاجة معايا ان انا هاخد كل المكونات دي وهضربها في الخلاط كويس جدا. وده كان شكلها بعد ما انضربت في الخلاط كويس. عايز اقول لكم شايفين شكلها عامل ازاي؟ ولا باين فيها بصل ولا باين فيها فلفل قطع يعني ولا اي حاجة، ناعمة جدا جدا جدا. وتقدر تتبلي فيها الفراخ بتاعتك وتبيتيها فيها باحلى تتبيلة. ودي شكل الاوراق اللي انا مستعملها. انا هنا مستعملة اوراق الفراخ عشان احنا بنحب الاوراق اكتر شوية من الصدور. وانا هنا مقطعاها طبعا ومفتحاها، بس انا حبيت اوريكم انا بعمل ايه. هنا في الفراخ المشوية لازم تكسري الدبوسة بالطريقة دي لحد ما تشوفي العضماية زي ما حضرتك شايفة كده، علشان خاطر تشوف عشان تشرب التتبيلة كويس جدا. بعد كده همسك السكينة بتاعتي وهفتح اللحم بتاعها على شكل حرف L بالطريقة دي، يعني من فوق لتحت وانت نازله في الدبوسه بتفتحيها لحد ما توصلي للعضمايه، بس طبعا مش للاخر عشان الجلد بتاعها يفضل سليم من تحت. وبنعمل فيها فتحات من جوه كده في اللحم نفسه، وطبعا بنسيب الجلد زي ما هو. واحنا بنتبل الفراخ في التتبيله بنحشي كل الفتحات اللي معموله دي علشان اللحمه بتاعتها تشرب التتبيله كويس جدا. وعايزه اقول لكم طبعا ان انت لو بيتيها في التتبيله يبقى جميله جدا جدا جدا. كل ما تغيب في التتبيله كل ما بتبقى جميله ولذيذه، واللحم بيشرب من التتبيله وبتبقى حلوه قوي. لكن خلاص تمام، لو انت مثلا مستعجله عليها ممكن تتبليها من الصبح، تقعد مثلا في التتبيله على الاقل على الاقل حوالي 4 ساعات لحد ما الفراخ بتاعتك تشرب التتبيله كويس جدا جدا. انا هنا خلاص بحشيها بالطريقه دي زي ما حضراتكم شايفين، بدعكها كويس جدا بالتتبيله وبحشي الفتحات وبين الجلد وكل حاجه. وطبعا اي حاجه انت بتتبليها سواء فراخ سواء او لحمه، طول ما هي محطوطه في التتبيله بالطريقه دي غطيها، غطيها باي حاجه يعني بكيس بلاستيك، بالبلاستيك راب، باي حاجه. لو ما عندكيش ده ولا ده غطيها باي غطا، لان طبعا لما تغطيها بتبقى النكهه خلاص فيها، بتحافظ على نكهه البهارات والتتبيله. وانا هنا كده خلاص تمام غلفتها وهركنها، وهركنها هنا على بيات. انا كده هعملها خلاص تاني يوم ان شاء الله. وانا هنا خلاص تاني يوم، يعني عايز اقول لكم ريحتها تحفة تحفة. انا هنا جبت الصينية بتاعتي وهحط فيها مية. والمية ليه بنحطها في الصينية؟ علشان بتخلي الفراخ تحافظ على طراوتها، يعني الفراخ ما بتكونش ناشفة منك قوي.
شايفين انا كده خلاص حاطه الميه وفوقها خلاص الشبكه، وهبدأ ارص الفراخ بتاعتي من التتبيلة على الشبكة على طول، يعني ما تشيليش اي تتبيلة فيها، لان طبعا حتى التتبيلة اللي بتنزل دي في المية هتطعم المية وهتديكي طعم حلو للفراخ. وانا كده خلاص تمام رصيت الفراخ بتاعتي، والتتبيلة كمان اللي فاضلة بحطها عليها بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي، وطبعا هدخلها الفرن. هتقعد في الفرن حوالي ساعة ونص، يعني على درجة حرارة 180-200، هتقعد حوالي ساعة ونص. طبعا هغلفها هنا بورق زبدة وورق ألمونيوم، وحد خلاص ما تبدأ تستوي هشيل الورق وهسيبها تاخد لون كده من فوق، وبعد كده هولع عليها فحم واحطه لها وتاخد طعم الفحم. وعايز اقول لكم ولا احلى ولا اجمل فراخ، شايفين شكلها عامل ازاي؟ عايز اقول لكم والله العظيم يا جماعة تحفة تحفة، وبألف هنا وعافية للي جرب الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.